أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. يشارك سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين في افتتاح المبنى الجديد في مطار البحرين الدولي، وذلك في العاصمة البحرينية المنامة. أوضح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشروعات تجديد مطار البحرين ستعزز من دعم البحرين في قطاع خدمات النقل وأيضا الشحن الجوي، والذي توليه الدولتان الشقيقتان أهمية كبيرة في إطار المجالات المتعددة للتعاون الثنائي بينهما، وذلك بعد ما وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى المنامة قادما من مسقط. وكان ذلك في زيارته أمس، وكان في استقباله جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة في مطار المنامة في زيارة رسمية لمملكة البحرين الشقيقة تستغرق يومين في ثاني محطات جولة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخليجية الحالية. هذا وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الملك حمد بن عيسى رحب بأخيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيفا عزيزا، وأنه أيضا أعرب عن اعتزاز الحكومة والشعب البحريني بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وأيضا علاقات وثيقة في مختلف المجالات، مؤكدا التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية. من جانبه أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزازه بحفاوة الاستقبال، مؤكدا متانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية وحرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه من مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، خاصة من خلال تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية. وكان آخرها زيارة ملك البحرين إلى شرم الشيخ مؤخرا والمشاركة في القمة الثلاثية التي جمعت الزعيمين أيضا مع الملك الأردني عبد الله الثاني. هذا وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء تم التباحث حول مختلف القضايا وجوانب العلاقات الثنائية والتشاور إزاء تطورات عدد من الملفات الدولية. وأكد الرئيس في هذا الإطار أن التكاتف وحدة الصف العربي واتساق المواقف يعتبر من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي ككل. ومن جانبه أكد الملك حمد بن عيسى تطابق موقف بلاده مع الجهود المصرية الحالية لتسوية مختلف النزاعات بالمنطقة، وشدد على تلاحم الأمن القومي المشترك لكلا البلدين، وأن مصر ستظل دائما الشريك المحوري للبحرين بالمنطقة. هذا وتبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن الانعقاد الوشيك للقمة المرتقبة بين الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر عقدها في المملكة العربية السعودية الشقيقة. في ختام المباحثات شهد الزعيمان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي وأيضا الاستثمار وأيضا التعاون القانوني والقضائي. كل هذا بالإضافة لتنمية الصادرات وتنظيم المعارض وحماية البيئة والتربية والتعليم وخدمات الشحن البحرية والجوية والتعاون بين محافظة العاصمة بمملكة البحرين وأيضا محافظة المنامة والقاهرة محافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية. وأكد سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية اعتزاز مملكة البحرين وجلالة الملك حمد بن عيسى وترحيبهما على جميع المستويات الرسمية والشعبية بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى بلده الثاني، وتقديرا لحكمته ومكانة مصر التاريخية في وجدان الأمة العربية والإسلامية. وأن هذه الزيارة جاءت تعبيرا عن عمق ومتانة العلاقات التاريخية الأخوية والودية والحرص المشترك على توطيد الشراكة الاستراتيجية وتنسيق المواقف إزاء مختلف القضايا والتحديات الإقليمية والدولية.
إلى هنا تنتهي هذه التغطية، شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.